في الحلقة الماضية من ذا ديفيجن رجع لنا أبو نار. واو في هناك ناس جايين قول عليهم هم. حلو سهل وأكثر بعد إلى الجحيم. Activation. تفضلوا الكابتن بنيتس عثر على بعض القهوة. كنت أمر على ما تبقى من كيرمان. تنحصر مسؤوليتنا من وسط المدينة وحتى أدنى مانهاتن، والسبب أن أحدا لا يمكنه مغادرة هذه الجزيرة. المشكلة هي عدم توفر اليد العاملة. لدينا عناصر إجرامية تحتل وتتحكم في أغلب تلك الأحياء. الرايكرز والمنظفون وعصابات الشوارع. رجالي لا يكفون لتأمين مربع سكني واحد ولحفظ الأمن. يجب الأوغاد الشوارع ليأخذوا ما يحلو لهم ويقتلوا من يشاءون، فليس لدينا من يردعهم. وهذا يعني أننا سننظف نحن تلك الأحياء لتوفير الطعام والمعونات الطبية للسكان. لا أعرف، أعني منطقة بهذه المساحة وهذا العدد من المجرمين، لن تستطيعوا تولي الأمر بمفردكم. أعني مع احترامي، لا تعجبني فكرة الإلقاء بكم كفريسة. كابتن، نحن هم الذئاب. صحيح، حسناً. إذن ربما يمكنك إقناع الديفيجن بإرسال رجال أكثر. في الوقت الراهن ما تراه هو كل ما لدينا. لا أصدق توسلي للفيدراليين ليحتلوا مدينتي. أية معلومات تصل إلينا ستكون أول من يعرفها. بالتوفيق. ستحتاجه. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مودي أوركينج أوف جيمز، واليوم راح نكمل ذا ديفيجن وياكم. أعتذر على التأخير اللي صار في الأوان الأخيرة، أعتذر جدا على التأخير. فيلا لس بلاي خلينا نكمل. طبعا هنا زي ما شايفين عندنا تطوير الجناح الأمني، فزي ما شايفين الحلقة الماضية طورنا الجناح الطبي على ما أظن، فهالحلقة راح نطور الجناح الأمني. فيلا لس بلاي خلينا نطور نشوف. عندنا هنا مؤن، عندك فوق تقريبا عندي زي ما تقول تقريبا 760 مؤن، فيا شيء حلو. اوكي طبعا زي ما تشوفين رقينا المؤن، رقينا غرفة الاحداث. فعندك هنا مستودع الاسلحة، يعني كل شيء، كل قسم ولا مكان معين بالمنطقة المعينة يعني. فكل ما تطور شيء يجيك شيء يتطور. فزي ما تشايفين اخر شيء عندنا وحدة الكلاب، هذه راح اطورها اتوقع اخر شيء. فا اوكي تم تنفيذ المهمة، فا شيء حلو. اعطونا اكس بي او الترقية للليفل، اعطونا تقريبا شوي. اختفى اخر فريق. اوكي زي ما تشايفين هنا حطنا خارج الشبكة، معنى ان هذا الشيء ما رقيته. فا اوكي ممتاز، حصلنا على غرفة عمليات تقليدية ويمكننا تخطيط العملية لكل منطقة. طيب اوكي زي ما شايفين هذه الغرفة اللي رقناها قبل شوي، فتوها فتحتنا. هذه الصور او المقاطع اللي جتنا او صورناها بشكل عام، و يعني التقطناها عن طريق هاتف او عن طريق اي شيء. اتوقع الهاتف ما له علاقة بالمقاطع، الهاتف مسؤول عن الصوتيات فقط. اسمع، أنا لا أجيد التعبير، لكنك أنقذتني من مأزق ولهذا أشكرك. لكنني عارف أنك تريد ما هو أكثر من المشاعر الدافئة. امتنانا لإنقاذك لي كتنظيف هذا المكان القذر. إنها مقاييس حكومية كما ترى، يحافظون على تدني مستواهم حتى تكاد الحشرات أن تمشي فوقه. إن أردت الجودة فالجأ للقطاع الخاص، تعلمت هذا في البصرة. نعم، لا يمكن للمدينة أن تحيا على الشعارات والنوايا الحسنة. الطاقة والماء وجميع الكماليات المعتادة، ليس وكأنكم أول من جرب هذا. فقد سمعت أن مجموعة منكم اختفت عندما تفجر الوضع. لدي نظريات خاصة في هذا الشأن. وجهة نظري أنك وأنت في الخارج تعيد توصيل خدمات المدينة، قم ببعض التحريات، قد تكتشف شيئا. ربما قتلهم الفيروس، وربما نال منهم المجرمون، وربما فتحت المدينة قلبها المتعفن وابتلعتهم جميعا. هذا ما أؤمن به، حدث ذلك من قبل. المدينة اللعينة نالت من زوجتي. وجودنا أنا معجزة، صدقني. يقولون إن المتشائم ليس إلا شخص رومانسي مخذولا. حسنا إذن، من قال هذا وغد ملعون. هيا فلترى ما يمكنك اكتشافه، سأخبرك بما عليك وصله. ولكن احذر كي لا تبتلعك هذه المدينة أنت أيضا. أوكي
زي ما شايفين هنا عندنا جناح التقني ايضا، جناح التقني مسؤول عن الاتصالات مثل الابراج، الاشياء اللي انت تطورها يعني الجي بي اس ومن الامور الاتصالات، كل شيء يخص هالاشياء اللي انا ذكرتها الحين كلها مسؤول عن هالشيء. فيا زي ما شايفين هنا عندنا كلفة التطويرات الجناح، كلفة تطويرات الجناح، ما ادري ايش فيني انا اليوم قاعد الخبط، كلفة تطويرات الجناح زي ما شايفها هنا غرفة التحكم، عندنا اشياء كثيرة يعني لو اقعد اعدد لك اياها كلها يعني بتعرفها، اذا انت مالك اللعبة راح تعرفها، لكن انا اشرح للناس اللي ما شرت اللعبة او ودها تشتريها وتعرف وش الهرجة بالضبط، فانا قاعد اشرح لها هالشيء على السريع يعني. ففي اشياء ما اشرحها بتقسيط او ما اشرحها بالتفصيل بحيث المشاهد ما يمل من هالشيء. فكل هذا عشان ما احرق عليك يلي ودك تشتري اللعبة او شيء زي كذا. فاوكي زي ما انت شايف هنا طورنا اتصالات عبر الاقمار الصناعية. ف ايه تم تنفيذ المهمة. فيا شيء حلو. حيث يمكننا الاشراف على البنية التحتية، التدفئة والماء والكهرباء. احسنت. طيب زي ما تشوفين عندنا غرفة التحكم، عندنا اشياء كثيرة، كل هذا واكثر يعني ما ابي اشرح واتعمق اكثر واكثر، اذا تبوني اتعمق واشرح يعني بالتفصيل اكتبوا لي في التعليقات وراح اكمل ان شاء الله واشرح لكم الاشياء، لكن المطلوب مو هنا، الهدف مو هنا، الهدف اننا عندنا مهمات راح نسويها بعد شوي، بس قبل كذا خلينا نشيك على السريع ايضا على الجناح الامني، ما في شيء، اتوقع الجناح الامني مسؤول عن الامن واشياء الاسلحة والدروع ومن هالامور والشغلات، اما التقنية اللي هي الاتصالات، الابراج، الواي فاي، الأجهزة بشكل عام يعني التكنولوجيا بشكل عام. فيلا خلينا نطلع ونروح لمهمتنا. اوكي يخرب بيته. طبعا احنا متواجدين بانتاج النابليوم او ايش اسمه نابالم على ما اظن. ف تغلب على جو فيرو طبعا للي ما يعرف هو رجل ناري على ما اظن شيء زي كذا. اوف 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 اوف, أوف, أوف. خبيتهم والله ابو نار كثير هنا. اوكي عبي مؤن. اوف 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 وين خاش وين خاش. سلامات. اوف 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 يخرب بيته يخرب بيته والله بيش بالعيد ذا. اوف 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 والله ما يموت ذا. ها ها وين خاش انت يا بوي. طبعا هذا هو جاينا والله شديد ذا ما يرحم. اوف 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 اللي خوفني فيه صراحة هو النار، مدى النار او مدى الوصول لك ما ادري وش قاعد اقول انا، الزبدة ان النار هذه يوم يطلقها توصل لك بعدين يعني توصل لك على طول اقصد مو بعدين. اقسم بالله خلاني الحس ذا الخوي اللي قدامكم. خبيته يا شيخ. بنداور كذا بنعطيها دائرة على اساس يعرف اضيع اقصد ما هو يعرف اضيع حتى الادمي ذا خلانا يخبط اقسم بالله. يا ابوي يجيب لك بالقلق اقسم بالله. موت عليك اللعنة. ما يبي يموت. والله لسه باقي له كثير. عنده درع هو. شوف 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 جاي باقي ما مو راضي. يخرب بيته يا شيخ. سوي لي فيها انه ذكي الحين. اوف 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 باقي بس شويه.
خلاص توقع مات فلتذهب إلى الجحيم. مات وأخيرا. تحذير، تم تشغيل العدسة للتفجير. واو، في شيء بيصير، لكن أنا ما أدري وش ذا الشيء. شغل العداد، الله يستر. ابعدوا عن الله هذا المجيء، استغفر الله. والله والله ما في أمل يا شيخ. أبو نار ذولي بعد منهم، يعني نصيحتي لك إنك تبعد منهم. كان يجب على أحدنا أن يخبر خيرو بأن التدخين مضر بالصحة، ومع إقصائه عن الطريق ومع إخراج مصدرهم الرئيسي من النابالم عن الخدمة، التعامل مع المنظفين أسهل، وسيدين لك الكثير من الناس في الشوارع بحياتهم سواء عرفوا أم لا. اوكي، وكذا يكون انهينا المهمه وتم اكمال الفعل. شكرا يو بلاي، اعطونا نقطه 16 نقطه على ما اظن او 15، ما ادري، ما شفتها زين. عموما شكرا يو بلاي او شكرا يوبي سوفت على النقاط اللي قاعدين تعطونا اياها، حاسس اشتري فيها او شيء، زي ما تقول رصيد يعني مالي او شيء، تشتري فيه الاشياء المجانيه اللي يقدمون لك اياها اول باول يعني. فيا زي ما شايفين خلاص خلصنا مهمتنا. ف اوكي، طبعا عندنا هذولي راح نقتلهم كذا على السريع حاسس يرقون لك هذولي. طبعا راح يخرب بيتك يا شيخ. طبعا راح تقول لي وش فايده ذول اللي في الشوارع؟ ذول اللي في الشوارع ترى لهم فايده كثيره، يرقون لك الليفل، بس مو ذاك الشيء يعني، يرقون لك شوي. اذا ودك ترقي الليفل انصحك تروح مهام جانبيه بحيث ترقي الليفل على طول. اوكي، وهو يقوم بتجريمهم، مشاهدتي له تثير اشمئزازي. طيب اوه في فيديو، خلينا نشوف هالفيديو اللي يبون نشوفه. فيلا يقول لي اضغط ار اللي هو يلا. اوكي نشوف الفيديو وياكم. واو واو وات، يخرب بيتك يا شيخ، قتلوها ابو نار. واو واو واو. عموما هذا اللي كان عندي في هالحلقة، ان شاء الله راح نكمل في الحلقة الجاية. زي ما قلت لكم كل حلقة نسوي فيها مهمة. فيلا نشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية مودي اوركينج اوف جيمز. فيلا نشوفكم في الحلقات الجاية مودي اوركينج اوف جيمز. سي ان اتسام لفقاس سبورت لفقاس فور سبورت، كيب جوينج، ولا تحرمون من اللايك ولا تحرمون من السبسكرايب. مع السلامة.